أعلنت دولة بدء صرف نحو 7 مليار و500 مليون جنيه ل 750 شركة مصدرة من الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري اليوم وغدا الخميس. وسيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري بالدفعة الثانية يومي 19 و20 من يوليو الحالي، والدفعة الثالثة في 2 و3 من أغسطس المقبل.